مساء الخير على كل مشاهدي ومشاهدات مهارات عظيمة في كل مكان. تحية وحب وتقدير لحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفات تكون يعني بسيطة ولكن فيها فكرة حلوة، فيها فايدة جميلة وسهلة في عمايلها في الفرن على طول، لأن الوقت بقى شوية كتير ضيق وبقى في ناس كتير قوي بتبعت لي الحقيقة على الصفحة وتقول لي إحنا عايزين وصفات يعني حلوة نحس إن إحنا كلنا حاجة، ومع رز ومعها سلطة معها كيك حلو، لكن تبقى سريعة ما تاخدش وقت كتير مننا. فالنهارده احنا هنعمل طواجن سريعه، يعني حاجات بسيطه كده وجميله، سواء بقى في فراخ كامله عند حضراتكم او فراخ متقطعه او شيش طاووق او زي ما انتم عايزين. هنعمل طاجن بما ان القرع الوقت بتاعه بدا يتالق فيه، دايما بيتالق في وقت الشتاء رغم انه بيبقى موجود في مواسم اخرى بس ما بيبقاش زي الوقت ده، بيبقى متالق وبيبقى فريش وجميل وبيبقى في انواع كتير منه، بنبقى احنا الحقيقه عايزين نعمل منه وصفات حلوه، مش بس الحلو لا كمان الحادق. فاحنا النهارده ان شاء الله هنعمل طاجن سريع كده بالفراخ، ولكن هضيف فيه القرع مكان البطاطس، يعني مش هستخدم البطاطس، هحط ان القرع ده استخداماته مكان البطاطس في بعض الوصفات. تعالوا نقول بسم الله ونقول هنعمل ايه. عندي صدور دجاج بالقرع، صدور دجاج سواء كامله او مكعبات او طاووق او فراخ متقطعه 4/4 او 8 اجزاء زي ما حضراتكم تحبوا. عندي مكعبات من القرع، عندي كوبايه من الفاصوليا البيضه، عندي فلفل الوان، عندي فاصوليا خضراء، عندي بصلتين مفرومين، عندي كزبره خضراء، وعندي مرق دجاج، وعندي صلصه طماطم، ثوم مفروم، زيت نباتي او زيت زيتون زي ما تحبوا، زعتر، سبع بهارات، حبهان ورشه من القرفه وشطه دي حسب الرغبه، او قرن فلفل زي ما تحبوا. عندي كمان ملح وفلفل اسود. قرون الفلفل دي اختياريه، حضراتكم تقدروا يعني ايه لو انتوا حابين القرون المشطشطه مفيش مشكله، عايزين تجملوا كمان بشويه من مثلا بصل الاخضر ولا حاجه مفيش مشكله. طيب احنا هنبدا نعمل الصدور الجميله دي، هي وصفه سريعه وبسيطه وسهله. هنقول كده بسم الله، هجيب كده ايه وق او طاسه غويطه، بسم الله الرحمن الرحيم، حطها هنا تسخن شويه، وهاخد كده الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، عايزه اشوح البصل الاول، نطلع الطعم نفسه يعني ايه بشكل كويس. بصوا بقى ناخد كده البصل اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، كمان لو عندنا بصل اخضر هيبقى جميل جدا، الوصفه دي بتبقى حلوه كمان. انا ممكن اقطع مع بصل اخضر مفيش مشكله، هحط رشه كده من الملح ورشة من الفلفل، نطعم كده البصل بتاعنا ونساعد ان هو ينزل الميه اللي موجوده فيه. نقلب كده تقليبة، تبدا بس النار تسخن كده معايا، ايوه كده، وممكن اخد هنا من الثلاجه فيه شويه من البصل الاخضر، بسم الله هنستخدمه برده معانا كده. بصوا البصل الاخضر لو هتنضفوه ما تحطهوش ما تشيلوش منه الراس دي الا في الاخر وقت الاكل بس عشان ما تعملش ريحه، فانا بسيبه زي ما حضراتكم شايف يعني بنضف كده وبعدين بسيب شويه منه لما عاوز اخد وشويه بشويه يعني عشان ايه ما يصفرش وفي نفس الوقت ما يعملش ريحه عندي كده، طول ما احنا محافظين على الجزء اللي فوق ده خلاص تمام. طيب هنشوح كده تشويحه حلوه. طبعا عندي الثوم، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكر كل اصدقائنا اللي بعتوا لي امبارح على الصفحه بخصوص البولوبيف، يعني شكرا، وشكرا اللي شاف الوصفه القديمه وقال لي عليها برضو كانت جميله. في ناس سبحان الله هي يعني ايه امزجه، كل واحد على حسب الطريقه اللي بتريحه. انا كنت عاملاها قبل كده الحقيقه بناء اللحمه القطع يعني نفسها، هي لحمه دسمه شويه، لكن احنا امبارح عملناه باللحمه المفروم، فاتمنى يكون عجبكم. احنا عملنا بيه وصفات جميله امبارح وفطاير وحاجات حلوه، وجربوه وابعتوا لي بس التطبيقات. ومعانا ام واسلام، صباح الفل. صباح الهنا يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي، لما بشوفك بس الحمد لله. حبيبتي ربنا يخليكي ليا يا رب. ربنا يخليكي لينا كلنا حبيبه قلبي. حبيبتي امين، ويخليكوا ليا يا رب صحه وعافيه. ربنا يخليك، ربنا يخليكي ويحسن ما بين ايدك. امين يا رب العالمين. اشكرك فعلا على البولوبيس، طريقته كانت تحفه وسهله. طعمه كان حلو. لاي حد خالص. حبيبتي. فعلا انت عملتي قبل كده اللي هي بلحمه اللحمه المنقوعه. ايوه. بالتخليل. ايوه. صح.
فدي كمان حلوة قوي وسهلة لأي حد يقدر يعملها. أيوة حبيبتي، سهلي علينا حاجات كتير قوي. ربنا يسعدك يا رب. أمين يا روحي، ويخليكوا ليا يا مسلم. ويخليكي لينا يا رب يا حبيبة قلبي، ودايما منورة الدنيا كلها. حبيبتي منور بوجودكم والله ومشاركتكم ليا دايما كده. حبيبتي وسلامي لأحلى قناة، قناة الأهلي حبيبتي اللي فوق راسنا دايما. الله يخليك، ربنا يخليهم لينا يا رب، ويذكروا البرنامج كله، وربنا يبارك لهم كلهم. أمين يا روح قلبي، تسلمي. ربنا يخليك يا حبيبتي، منك أبدا. ندى ربنا يبارك لهم. الله يخليك. ورونا حبيبتي، ورونا ورونا حبيبتنا ورونا. كلنا. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. يا قلبي ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. حبيبتي خلقه يا رب. امين يا رب العالمين. يا حبيبتي شكرا ليكي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واسلام الغاليه والله. شكرا، دعوتك جميله، كانت دعوه مامتي الله يرحمها. بصوا كده هنشوح تشويحه حلوه، عايزه برضو اطعم كده ايه بشويه بقى يعني رشره كده خفيفه من الملح. انا مش هزود ملح دلوقتي، انا عندي مرق لحد ما اشوف الدنيا معايا فيها ايه. هاخد بقى رشه كده من السبع بهارات او بهارات الفراخ لو حضراتكم تحبوا، اللي يريح حضراتكم. الميزه ان انا اقدر اعمله كده تشويحه سريعه، انا كده بسرع من تسويته لما اجي احطه فين في الفرن، وممكن اعمله ني في ني. فالطريقه اللي تريح حضراتكم، لو في بابريكا ماشي، لو في شطه ماشي، لو عايزين تحطوا مكانها بابريكا مفيش مشكله. عايزه اقول لكم بقى ان في ناس كتير ما تعرفش الفرق بين القرع وبين اليقطين. الاثنين بينتموا للقرعيات. شكلهم مش مختلف كتير في الشكل، لكن خصائصهم مختلفه شويه. اللي احنا بنستخدمه دايما هو اليقطين، ده اللي بنطبخ بيه، ممكن نحمصه، ممكن نخبزه، ممكن نسلقه، ممكن نسويه على البخار. يعني سعراته الحراريه قليله جدا، مفيد في فقدان الوزن، وفي فيتامين الف، في مضادات اكسده عاليه جدا. طبعا هو حلو للمناعه جدا، بيقوي المناعه. احنا بقى لما نيجي نختار الثمره اللي ما فيهاش بقع داكنه كده، نختار الثمرة الحلوة. القرع ده بقى بيستخدم للزينة دايما، تلاحظوا كده في الهالوين والحاجات دي يفتحوه لأنه لحمه قليل، فتلاقوه بقى بيستخدم في الأشكال الجمالية، يفرغوه لأن قشرته صلبة، صلبة جدا. طبعا ليه ألوان كتير، ليه أزرق وأصفر وأحمر وبرتقالي، بس طبعا مش كل الألوان عندنا هنا الحقيقة في مصر، لكن أنا بتكلم عموما بصفة عامة على مستوى الدول يعني. بصوا كده، يعني ممكن نجيبها مثلا ونروح عاملين فيها شوربة العدس ونقدمها، نفتحها ونعمل فيها أشكال حلوة، ونعمل فيها حاجات جواها تتحط. الحاجات دي هي اللي بتبقى للتجميل. القرع البرتقالي ده بقى بيقولوا عليه، بيسموه كده يقطين سندريلا أو القرع الأمريكي، بيكون مدور يعني الشكل اللي احنا عارفينه ومتعرف عليه دايما كده. بصوا التشويحه، ريحه الفراخ جميله جدا. هعمل ايه بقى انا؟ هاخد كده شويه من الفاصوليا الخضراء، فاصوليا دلوقتي جميله متالقه كده. ندخل بقى شويه خضار المحبب والمحبذ لينا، هحط كمان الفاصوليا البيضاء، ما تنسوهاش لو عندكم فاصوليا حمراء حطوها. ننوع بقى في الحاجات اللي احنا ما بنستخدمهاش دايما في الشتاء، لان هي اليخنات الجميله الدسمه او الثقيله او اللي بتدفي معظمها بيبقى فيه الفاصوليا دي، اللي هي الحبوب او البقوليات. البقوليات بصفه عامه بتدخل بشكل كويس في مشروبات ويخنات الشتاء. الفلفل، وبعدين هاخد البايركس كده. بصوا بقى، هنزل الخليط ده، بسم الله تقيله، بس بسم الله اهو كده. شايفين احنا عايزين حاجات بقى ايه، تبقى وجبه معاها رز، معاها حاجات، ويبقى فيها برضو خضار، لان ده بيفرق قوي مع الولاد الحقيقه. مش كله نواشف نواشف وحاجات كده، لان برضو ايه مش حلو القلي كتير، الحاجات اللي هي ايه
يعني ممكن نعمل شويه وشويه، اوقات واوقات، ونخلي في الويك اند مثلا الاصناف اللي هم ايه بيحبوها. هاخد الصلصه دي هاخدها في المرق هنا وهدوبها وهحط معاها، بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش عايزاها صلصه زياده، انا عايزاها يعني تاخد لون خفيف. ومعانا ريحانه، ايه الاسم الحلو ده، ومعلقه الثوم انا قسمتها عشان اخد منها جزء فريش يديني طعم حلو. معانا ريحانه، صباح الفل. صباح الخير على حضرتك. اهلا وسهلا بيكي يا فندم، اتفضلي. بشكرك جدا على وصفاتك الجميله. الله يكرمك. وبستاذنك بس لو حضرتك تعملي لنا المفتاه. عينيا يا فندم. تسلم عينك حبيبتي. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نعمل لحضرتك المفتاه ونعمل كمان تركيبه المغات. بشكر الاستاذه ندى والاستاذه روم. الله يخليك. الله يخليك يا فندم، شكرا لذوقك، كلك ذوق. شكرا لحضرتك جدا. بصوا القرع بقى مش ما يستحملش احطه تحت، احطه لفوق لان هو على البخار بيستوي. فانا يا دوب عايزه اسويه برقه كده وبحاجه جميله. والله يعني طاجن جميل. هناخد بقى ايه مع حضراتكم، ده اختياري طبعا اللي يحب. يعني لو انتوا حابين تحطوا حاجه تدي تيست حار خفيف ولكن ما نستشعرش بيه قوي هتعملوا كده، فأي حاجة عايزينها تطلع خفيف، لأن البذور اللي جوه الفلفل ده هي أقوى حاجة اللي بتطلع الحرارة، فأنا هعمل كده. هعمل بس شقين كده وهحطه هنا. خلاص؟ يطفي بس يعني إيه إضافة خفيفة، نكهة خفيفة كده. رشة بقى من الكزبرة الخضراء دي. أنا حطيت المرق اللي إحنا سقينا بيه، وبعدين هاخد كده من البصل الأخضر ده. اكتبي يا نودي المفتقة. كتبتوها يا قمر، تسلم ايديك. بسم الله ما شاء الله. اه بصوا انا بحب بقى البصل ده، هنيجي كده الريحه كلها اللي بتعمل في البق هي الجزء ده، عشان كده في ناس بتستبعده، بس طبعا احنا عايزينه، هو اصلا قاتل للبكتيريا على فكره. هو لما بيعمل ريحه في البق هو بيبقى بيقتل بكتيريا مره مع مره من الاستخدام، لو بتستمروا عليه على طول مش هيبقى يعمل طعم وريحه في البق ابدا. وبعدين في قرنفل وفي البقدونس، ونغسل سناننا ونحط الحاجات العطريه الجميله دي، لان البصل الاخضر ده مفيد قوي. انا عايزه حضراتكم تستفيدوا منه في السلطات بالذات في مرحله الشتاء. يعني ممكن تشقوها كده اتنين تبقى كده مثلا، على فكرة طعمه بيبقى جميل جدا. ففي وصفات كده بتبقى ايه مبهجة زي ما بيقولوا، يعني من المكونات بتاعتها. طبعا هاخد بقى رشة أخيرة كده هنا على الوش كده، وايه وندخل بقى الطاجن الجميل ده الفرن. بسم الله. وطبعا نقدر نعمل جنبه شوية رز حلوين، بس أنا النهاردة مش هعمل بقى الرز، احنا عملنا أصناف رز كتير جدا مع حضراتكم. بصوا بقى هاخد ورقة زبدة، بسم الله الرحمن الرحيم. اي ورقه زبده مش عايزينها تبوظ لازم تكرتشوها كده عشان تثبت معايا. انا بحطها كفاصل علشان لما احط الورق الالومنيوم يبقى ماده ايه، بصوا كده، ماده القصدير ما تنزلش في الاكل. طالما الحاجه دي هيعدي عليها ساعه او ممكن اقل يعني اكتر من ساعه لازم نحط ورقه زبده، ويفضل نحط، لكن لو هيعدي الساعه لازم نحط عشان ماده القصدير دي هتتفاعل مع الاكل وضروري هتلاقوها اكسدت وبدا يبقى موجود في الاكل، فانا مش حابه كده. طيب واتكلمنا قبل كده ان في وش لامع للفويل وفي وش مط. الوش اللامع ده دايما لما بنيجي ندخل حاجه الفرن بنخلي المط لتحت واللامع لفوق، ولما بنيجي نعمل على البارد انا خلاص الاكل برد وعايزه اشيله في الثلاجه هقلب كده. خلاص طيب هنعمل بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرن عندي سخن ممكن حراره 200، الدنيا هتبقى جميله. انا بكمره شويه عشان ينجز معايا، ولو حضراتكم كمان عاملينه ني في ني، بس انا بحب بالذات الفراخ تتشوح، تاخد تشويحه او صدمه او يتقفل مسامها او تشم النار وتاخد توابل او عصره ليمون لو حابين، عشان بخاف منها دايما من الزفاره، يعني الفراخ تحديدا. البط معروف طبعا طرقه، معروف حاجته، اللحوم ما بتبقاش محتاجه ده. تعالوا كده بسم الله هندخل هنا الفرن، الحراره عندي هنا 200. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبه شويه
وبعدين هقفل عليه، هياخد له 25 ل 35 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن عند حضرتك. قبل ما هطلعه هروح شايله الفويل ورقه الزبده واسيبه ياخد لون حلو كده جميل ان شاء الله، وبعدين تاكلوه بالف هنا وشفا. نطلعه دلوقتي وهنشوفه مع بعض باذن الله. نستسمح حضراتكم بس في بريك ان شاء الله استراحه، ونرجع بعد الاستراحه هنعمل شوربه جميله برده من الشربات الحلوه الشتويه منوعه للولاد عشان ما نزهقش بالقرع، بما ان هو معانا في الحلقه النهارده بطل حلقتنا، فاسمحوا لنا ننتظر حضراتكم بعد الاستراحه، مستنياكم.